طبعا الحدوته والشغل الشاغل اللي كنا عايشينه مع بعض انا وانتو خلال الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله، وكل عشاق الساحره المستديره وكل النقاد وكل اللعيبه وكل الدوريات، محمد صلاح. محمد صلاح والحدوته الخاصه بالانتقال للدوري السعودي والانتقالات الصيفيه وغلق باب القيد في الدوري الانجليزي. لا لسه بعدها باسبوع ده باب القيد ما اتقفلش في الدوري السعودي. يوم الخميس اتقفل باب القيد في الدوري السعودي. محمد صلاح قاعد. محمد صلاح مستمر مع ليفربول. اداره الريدز متمسكه جدا بمحمد صلاح، ومعنى كده ان محمد صلاح هيكمل مشواره هناك. ولسه هيشوف الوضع عامل ازاي. هيقيم الوضع وهيشوف موقفه ايه، النتائج هتكون عاملة ازاي خلال الفترة اللي جاية، نتائج الفريق، الصفقات الجديدة، ولو ليه طلبات هل الإدارة هتوفرها له ولا لا. وليه أنا بقول كده؟ اتحاد جدة لسه في تحركات لضم محمد صلاح، الناس دي مش هتيأس أبدا، الناس دي قاعدة مستنية. و إذا ما نجحوش في إن هم يتعاقدوا مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية، لسه الانتقالات الشتوية في يناير. وفي تصريحات خرجت من لسان مايكل إيمانالو مدير الكرة بالدوري السعودي، أعلن فيها موقف نادي الاتحاد من التفاوض من جديد مع صلاح، وقال محمد صلاح زي ابني وأنا بحبه على المستوى الفني داخل وخارج الملعب، وأنا اللي كنت ورا انتقاله لتشيلسي، بعدها ساعدت صديقي مانويل جوزيه في إتمام المفاوضات معه ومع بازل السويسري. وعن مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، المفاوضات ما مشيتش بالطريقة الصحيحة، ويجب أن يكون جميع الأطراف راضيين عن الصفقة، وده ما حصلش. الدوري السعودي لا يدار من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، كل نادي عنده احتياجاته بيتحرك لضمها بشكل دقيق جدا. قال كمان في تصريحاته مش عارف اذا كان الاتحاد هيرجع مره تانية يحاول ان هو يتعاقد مع محمد صلاح في يناير اللي جاي ولا لا، ولكن النهايه كره القدم هي تجاره، كل نادي بيحاول تحقيق اقصى استفاده. دي التصريحات الخاصه من قبل المسؤولين داخل اتحاد جده السعودي، وده امر مشروع، ولكن بنقول ان هي كره القدم كده، يا صابت يا خابت، انت بتسعى. وعلى فكره مش الدوري السعودي فقط، كل الدوريات بتسعى ان هي تحسم الصفقات، ويمكن في الدقائق الاخيره ما بتتحسمش. طب ما هو ده نفس الكلام اللي ميسي طلع قاله على برشلونه، ان كان في بعض الامور او بعض الناس بتوقف المراكب السايره عشان ينتقل في اخر خطوات في حياته المهنيه والكرويه ان هو ينتقل لبرشلونه. وده برضه اللي حصل من خلال ميسي اللي قال تصريحات وقتها انه كان في بعض المحاولات انه هو ما ينضمش او ما يرجعش لبرشلونه. التصريحات الخاصه من قبل المسؤولين داخل الدوري السعودي بتاكد على انه كان في بعض العناصر واقفه ضد الصفقه، وانه في بعض العناصر مش بتساعدهم على اتمام الصفقه، ولازم جميع الاطراف تكون موافقه. وده طبيعي، ده طبيعي انه كل الاطراف لازم تكون موافقه وتكون بتتعاون على ان هي تتم الصفقه، وان هي تكون مطمنه، وان هي تكون بتحسم الصفقه وهي مبسوطه. وده كله على فكره مش هيتم الا واللاعب مبسوط وراضي وموافق. وعلى فكره برضو اوعى تكون فاكر كل حاجه بتتقال في الصحافه والاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسلم بيها 100%. بمعنى في حاجات بتحصل داخل الاوض المغلقه مش في مصلحه اللاعب ولا في مصلحه النادي الاعلان عنها لاسباب كتير قوي. عشان اللاعب ما يخسرش الجماهير اللي بقاله سنين كتير جدا تعب واشتغل علشان في الاخر يبني معاهم التاريخ والانجازات دي، ولا في مصلحه النادي ان هو يفرط في اللاعب امام الجمهور. صدقني عمرك ما هتعرف المعلومه كامله اللي ما بين اللاعب وما بين النادي، صدقني مهما كانت التفاصيل. ايه اللي يلزمك في الموضوع في اي صفقه؟ عرض بيتقدم
لاعب بيوافق، لاعب بينتقل. دي الصفقة الوحيدة اللي مسلم بيها، والصفقة الوحيدة اللي انت متأكد منها واللي انت فاهم تفاصيلها ايه. لكن لاعب ما وافقش علشان مستني النادي يوافق، والنادي ما وافقش علشان المقابل، والمقابل مش قليل في نفس التوقيت، والصفقة ما تكملش، في ثلاث عناصر في الحدوتة. مين فيهم اللي مش عايز؟ مين فيهم اللي مش مطمن؟ مين فيهم اللي مش متأكد من قراره؟ هو ده اللي عمرك ما هتعرفه. لكن لما الصفقة تتم، ده الشيء الوحيد المسلم بيه. هروح معاكم لفقرة تصريح وتعليق، ولسه كلامي عن محمد صلاح وتصريح من مارتشيلو ليبي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، واللي أشاد بأداء محمد صلاح، وعبر ليبي عن إعجابه بمحمد صلاح، وقال إنه لاعب عظيم وماهر للغاية وكان بيتفرج على مبارياته. اتكلم عن منتخب مصر وقال أنا فاكر قوي كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر في مباراة 2009، وببعت له كل تحياتي، وكانت إيطاليا وقتها بطلة العالم، وكان بيلعب أي فريق قدامنا بحماس كبير. أعتقد أن ده السبب اللي قاد منتخب مصر للفوز. طبعا تصريحات بتخليك تتأكد أنه المسيرة الناجحة والأداء المشرف والإنجازات الكبيرة والحروف اللي من ذهب اللي بتتسطر في تاريخ الكرة المصرية لأي لاعب أو مدير فني أو إنجازات أو بطولات ما بتتنسيش على مدار أجيال، بيفضل الجيل فاكرها، وبتفضل يعني هقول المديرين الفنيين حول العالم بيتحدثوا عن مدى الإنجاز اللي مدير فني كبير زي المعلم حسن شحاتة قدر يعمله مع جيل الفراعنة ومع الأجيال الذهبية على مدار ثلاث سنوات وثلاث مواسم لكأس الأمم الإفريقية وثلاث بطولات ولا أروع ومتتاليين. أنت بتتكلم في حاجة يعني مش عادية، تتكلم في حاجة هتفضل إفريقيا كلها فاكراها والعالم كله فاكرها، وهتفضل الأمور كلها ما بتتنسيش مهما عدت أجيال ومهما جت أجيال ومهما سلمت أجيال تانية، ولكن الإنجازات ما بتتنسيش أبدا. بنقدم طبعا كل التحية والتقدير للكابتن حسن شحاتة، وبنتمنى أن نشوف على مدار السنوات القادمة تألق ونجاحات ونجومية وأجيال ذهبية بتطلع أكتر، ومديرين فنيين بيتألقوا وبيكون عندهم نفس الشغف والحب أن هم يسطروا اسمهم من ذهب وبحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة المصرية، اللي يعني بتشهر أي لاعب وبتشهر أي مدير فني، وبيفضل على مدار عمره كله بيفتخر إنه أضاف أي شيء وأضاف أي بطولة لمصرنا الحبيبة.